يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان الحلف بقصد الإكرام كقول الحالف والله سوف تموت ذبيحتك، فهل إذا لم يقبل ذلك المحلوف عليه فهل على الحالف كفارة؟ الجمهور عليه كفارة، الجمهور عليه كفارة. وفي قول آخر وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا كفارة عليه، لأن قصده الإكرام قد حصل، قصده الإكرام قد حصل. نعم.